الدكتور جيران الفنون هو خبير تجميل وجراحة الوجه والأفئدة. شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. اسمي دكتور جهاد السبان، اخصائي جراحي وتجميل الوجه المفكين، اخصائي من جامعة لندن في بريطانيا، وجميع الجراحين البريطانية والاسكتلندية، وحاليا اعمل في دبي صار لي 3 سنين في العديد من المراكز والمستشفيات. مركز العمل الرئيسي في مستشفى الميد كير، وبزور المستشفى السعودي الالماني والمركز الكندي والامريكان اكاديمي في مدينة دبي الطبية. المحاضرة اليوم راح يكون عنوانها عن جراحة الوجه التجميلية والغير تجميلية. أعتقد إنه معظم الحضور فاميليار في البوتوكس والفيلرز، اللي طبعاً حديث اليوم راح يكون عن منطقة الوجه والفكين، تخصصي بهاي المنطقة، مش منطقة الجسم بشكل عام. بشكل بسيط يمكن معظم الناس عارفين إيش معنى البوتوكس. البوتوكس هو عبارة عن مادة سامة تعمل على تخدير العضلة، فبيتم شللها وبالتالي التجاعيد البسيطة بتختفي. الفيلر عبارة عن مادة صناعية بتعمل على زيادة حجم الخلايا والأنسجة. لابد إن 50% من الموجودين سمعوا أو جربوا الفيلر أو البوتوكس عمليا أو بصورة نظرية وعملية. يمكن استخدام الفيلر والبوتوكس في أي منطقة في الوجه، سواء منطقة الجبين أو منطقة الشيكس الخد أو منطقة الأنف أو منطقة اللبس الشفاه او تحديد الوجه. فبالاول راح اتكلم عن بعض السلايدات وين ممكن يستخدم الفيلر والحالات اللي تجينا كثير على العياده. احد التكنولوجيز اللي هلا طلعت جديد في دبي هو استخدام الثريد ليفتنج او الخيوط. طبعا الثريد ليفتنج استخدمت من قبل حوالي 20 او 25 سنه وكانت تصنع من الذهب، وهي أحسن ماتيريال متوفرة للآن. من آخر 5 سنين طوروا هاي الخيوط تكون بلاستيكية بتدوب مع الجسم، وصارت تستخدم بشكل شائع من قبل المختصين، سواء البلاستيك سيرجنز أو حتى الديرماتولوجيست أو حتى صالونات التجميل زي ما شفت هون في دبي. فأجين زي ما راح أورجي بالصور الجاي، اختيار المريض مهم كتير. يعني من كل 10 مرضى أنا بشوفهم يمكن مريض واحد ممكن يتناسبوا هاي التقنية، وإذا استخدمت في المريض الخطأ بتعمل تشوهات أكثر ما تعمل شغلات إيجابية. في هاي المريضة إذا بتلاحظوا السكن عندها أو الوجه مش مليان كتير، ما عندها سكن ساجنج أو تحتك بالجلد كتير، فتقنية الخيوط تعطي نتائج إيجابية كبيرة. يعطيك العافية دكتور على المحاضرة اللي كتير استفدنا منها. سؤالي بالأول على عملية تجميل الأنف، هل هي موضعي أم تخدير كامل؟ في بعض العمليات بتكون في انتفاخات وزراء كمان تحت العين، هل لسه التقنية بيستخدموا فيها مطرقة أو مش عارف إيش، ولا صار يستخدموا ليزر مع منظار موضعي؟ إذا كان تشمل الغضروف زائد العظم، صعب جدا ان المريض يتحمل الالم او يتحمل الطرق او يتحمل القص العضلي، فبالتالي ما بننصح في العمل تحت التخدير الموضعي. بشكل عام عمليه الانف عمليه دقيقه جدا، فلازم يكون الراس ثابت، فدائما بخير المريض بعطيه ريكومنديشن والله تحت التخدير العام اريح له واريح للجراح، لانه الجراح فيه يتصرف بكل حريه، ما بكون خايف المريض يتحرك، بتكون العملية كمان أسرع بكتير من ما تكون تحت التخدير الموضعي. ومن جد أنا لما شفت هذا الفيديو اللي فرجتنا يعني قبل شوي، أنا ما خليت لا دكتور لا أجنبي لا أمريكي لا إسباني لا فرنسي لبنان هنا، وحدا يعني أعطاني أمل إنه ممكن يروح الفيلر الدائم. الفيلر الدائم اللي عملته قبل 13 سنة بلشت الحين النتائج تطلع للأسف الشديد، صار يتنفض أحيانا يتورم، صرت احتل فوقي كمان لانه صار احيانا زي خفسات ينخفز. ايش النصيحه اللي بتعطيني اياها غير عمليه شد الوجه؟ الفيلر الدائم اعتقد انه اتس كرايم، جريمه على يستخدم الفيلر الدائم، لانه معروف بكل الابحاث كل العمليات انه الفيلر الدائم ما بين 4 ل6 سنوات راح يصير فيه التهابات، والالتهابات هاي بتؤدي لها مضاعفات خطيره بالجلد نفسه بصير يتخزق، وسعيدها صعب جدا انك تقدر تعالجي
مضاعفات هاي لما الجلد نفسه يصير فيه زي المايكروبورز او الهولز، ما بتقدر تعمل اي نوع من انواع الجراحه. للاسف الشديد الفيلر الدائم ما له حل، ما في له ماده للدوبه غير الجراحه. واذا بدك تعمل الجراحه اللي هي عباره عن يعني in other words هي عباره عن عمليه شد الوجه، يعني بدك شد الوجه اللي هي عباره عن انك ترفع السكن من داخل الاذن توصلي للفيلر. ما بعرف الجراحين ليش قالوا لك انه ما في حل. طبعا في حل، لانه احنا عاده لما يجي المريض نعمل صوره طبقيه له الام ار اي، بعرف وين موقع الفيلر بشكل بريسايز. اختي لما ينشال لما نرفع احنا الجلد من هون وي هاف اكسس تو ايفريثينج. يعني شفت الليدي اللي عملناها كانت عامله عندها فيلر عملته في تايلاند دائم قبل 12 سنه، وجت عندنا على قبل حوالي 7 او 8 اشهر وعملت فيلرز مؤقتة. صار زي ما انت حكيت صار من جهه بيصير في زي الحفره، طبعا هذا عمل التهابات وعمل عندها مشاكل فتنفخ الوجه عندها. وليش عملناها العمليه؟ لانه وصلت لمرحله ما تقدر تتنفس، فالانتفاخ بالرقبه هون يضغط على مجرى التنفس على مجرى الاكل. كان عندي انحراف شديد ولهلا كمان في 3 شهور عملته وبعده عندي بيلع، ممكن هذا يتسلق المعلومات هذه المعلومه. هلا الانحراف البديل الان طبعا لما تلعب العمليه اول مره معظم العمليات هلا بنعملها عن طريق الاندوسكوبيك تكنيك، يعني عن طريق الاندوسكوب بندخل كاميرا بنقدر نشرح فيه الغضروف او الكارتليج ونحطه في المحل الصح 100%. المشكله في عمليه الانف لما تعيديها مره ثانيه وثالثه بصير في عندك فايبرس تيشو، هاي الفايبرس تيشو بتعمل عمليه فصل الغضروف كمان مره بصير صعبه. عشان هيك لما يجوني مرضى مثلا كم مره عملت عمليه الانف 50% من المرضى بيقول لي هاي المره الثالثه او الرابعه، فبتكون النتيجه او الاوت كم تبعها فيري كومبرومايز كومبير لانك تعملها من اول مره. فعشان هيك دائما بنصح المرضى انه يتأنوا باختيار الجراح وياخذوا معلومات كافيه عن العمليه. انا معظم مرضاي بقول لهم بعطيهم اسماء جراحين شبيهين معي، بقول لهم خذوا سكند كونسلت عند الجراح الفلاني الفلاني على اساس تكونوا متاكدين من النصيحه اللي انا بعطيكم اياها. اوكي اهلا وسهلا. شكرا للدكتور بروفيسور ديهان السفنا، وشكرا لاصلاحكم. شكرا كثير.